السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مع إبراهيم عيسى في مناظرة الأربعاء. قبل مناظرة الأربعاء خلينا نتوقف عند ثلاث عناوين رئيسية وأساسية كاشفة جدا لما نحن فيه، وكاشفة تماما ومحرضة جدا على أننا لابد وأن نتغير. تعرفين مصر محتاجة إيه؟ محتاجة التغيير من أجل الاستمرار، محتاجة التغيير من أجل الاستقرار. لا يمكن للوضع اللي يبقى فيه فوضى إدارية وحكومية وإهمال وخلل جسيم وغياب للسياسات وخلل في الأولويات ينتهي بنا إلى استقرار أو إلى استمرار حتى. إحنا محتاجين إن إحنا نتغير ونغير علشان نقدر نستمر ونستقر. من العناوين الواضحة جدا النهاردة عنوان الهجرة غير الشرعية. غرق المركب اللي فيه مصريين على سواحل رشيد، بيحصل هذا الحادث المؤلم المفجع الذي بدأ وكأنه معتاد وطبيعي وعادي. 42 مصري يموتوا، 158 ينقذوا، و 58 ولا عدد آخر ما بين يعني مصاب وجريح أو عنده مشاكل صحية نتيجة الحادث أو غرق المركب، ونلاقي نفسنا قصاد كارثة نتتعرض لها مصر تقريبا لو حد بيدرس، وده المؤلم، هيلاقينا تقريبا كل شهر عندنا مركب غريق بشباب مصري خارج من كفر الشيخ أو من قرى مصرية بيبحث في هجرة غير شرعية عن الرزق في سواحل أوروبا، يتعامل مع عصابات تهريب، يتعرض لأسوأ ما يمكن أن يتعرض له بني آدم من معاملة ومن معاناة ومن قسوة ومن يعني استغلال غير طبيعي، إلى درجة تقريبا التعامل كأنهم رقيق وعبيد يتم نقلهم عبر مراكب للعبيد في أوروبا، ويموتوا ولادنا وسط مشهد غريب جدا من العجز المصري الحكومي عن الاتيان بأي فعل أو موقف أو سياسة أو رؤية أو تصور أو نظرية أو حركة توقف هذه المهزلة المستمرة والدائمة. المشهد متناقض للغاية. يوم 19 الشهر ده من 3 أيام رئيسنا رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيلقي كلمة يوم 19 سبتمبر اللي فات اهو من 3 أيام في جلسة رفيعة المستوى في مجلس الأمن عن التدفقات الكبيرة للهجرة واللاجئين، ورئيس الجمهورية بيتكلم عن ضرورة ان احنا كمجتمع دولي وإنساني ان احنا نقف وندرس ونتفق جميعا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون على رأس أولوياتنا الدولية، ونتفق أيضا أنه لا سبيل لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلا بمعالجة جذورها الرئيسية. طيب، بينما رئيس الجمهورية بيتحدث للعالم عن رؤية مصر وموقف مصر وتصور مصر من الهجرة غير الشرعية، إذا بشباب مصر وأهل مصر وناس مصر في هجرة غير شرعية. شوفوا التناقض الغريب الكاشف عن ان احنا لازم نعمل حاجة. يعني كمان احنا بنشارك في العالم في هذه الازمة وبنقول لهم ان احنا استضفنا لاجئين وموجودين عندنا 5 مليون ومصر بتعمل كذا وكذا، وكلها الحقيقة خطوات حقيقية وصائبة وايجابية في التعامل مع ظاهرة اللاجئين. لكن احنا كمان ممر للهجرة غير الشرعية مصر حدودها، فضلا عن كارثة كبرى ان ابنائنا احنا، ولادنا احنا، شبابنا احنا، رجالنا احنا بيخرجوا من قرى مصر الهجرة غير الشرعية بشكل منتظم ويومي ومأساوي وكارثي، وينتهي بالموت الجماعي الهائل. من النهاردة 42 ده اللي اكتشفوه لغاية دلوقتي من جثث، محدش عارف بعد كده هيبقى الرقم ايه، غير اللي احنا بنجيبهم برضو جثثا من ليبيا، وهم رايحين ليبيا عشان طريق للهجرة غير الشرعية ايضا الى ايطاليا والى سواحل اوروبا. وعندنا مراكب غير شرعية بتستخدم في الهجرة غير الشرعية عيانا بيانا،
وعندنا مسارات للهجرة عيانا بيانا. احنا طول الوقت بنسأل نفسنا السؤال الكبير المهم، احنا ناويين نتقدم؟ ناويين فعلا يبقى عندنا حكومة قادرة على انها تواجه مشاكل مصر بشكل جد وجدي، ولا هو كلام وخلاص؟ ليه بقى؟ لان واحنا بنطالب العالم بالتحرك، عايز اسأل احنا تحركنا علشان نواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية اللي بيقوم بيها آلاف، أقول آلاف من الشباب المصري، فضع أنها كمان حلم آلاف آخرين. سألنا نفسنا ليه الشباب ده بيهاجر؟ ليه بيلجأ لهذه الوسائل الإجرامية علشان يهج من البلد ويطفش مدفوعا بحلم ولا بطموح ولا بطمع ولا بيأس ولا بإحباط؟ هل دولتنا الرشيدة، وهي ليست رشيدة بالتأكيد، درست ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟ لماذا يلجأ الشباب إلى هجرة غير شرعية؟ هل درسنا ده؟ رحنا للقرى الطاردة اللي بنلاقيها هي اللي بتشهد أكبر عدد من خروج الشباب من هذه القرى في مصر، سواء في قرى الصعيد أو في قرى بحري أو في قرى الساحل، العواصم أو المدن الساحلية أو القرى الساحلية. هل عملنا، هل في مركز قومي للبحوث عندنا؟ هل في وزارة الشباب؟ هل في وزارة التضامن الاجتماعي؟ هل مجلس الوزراء؟ هل أي جهة مجتمع مدني؟ ولا طبعا قالوا لها انتوا كده تبقوا جواسيس ومش واخدين موافقة. هل حتى أي جهة أمنية من الجهات اللي عاملة أنها هي اللي فاهمة مصلحة البلد وعارفة مصلحة البلد وقعت اتحركت، فهمت، درست، اشتغلت على الحالات اللي انقذناهم النهارده ال 158 دول؟ هنقعد معاهم ونسأل؟ عندنا استمارة أسئلة كاتبها علماء اجتماع وخبراء اجتماع علشان نعرف أسباب الولاد دول عايزين يهاجروا ليه؟ ظروف لها علاقة بالوظيفة وبالشغل، ظروف لها علاقة، ولاد مين؟ أسر متوسطة الحال ولا فقيرة ولا معدمة الحال؟ عائلات ريفية ولا عائلات مدنية أو مدينية حضرية يعني؟ عائلات عندها حيازات زراعية ولا ما عندهاش؟ الأسرة فيها عدد العاملين إيه؟ طبيعة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مهم، والتعليمية كذلك. يعني الولاد اللي بيروحوا هجرة غير شرعية دول مؤهلات ولا مؤهلات عليا ولا متوسطة ولا أميين؟ صنايعية ولا حرفيين؟ طب بيعرفوا لغة ولا ما بيعرفوش؟ طب جاب الفلوس دي منين بتاعة اللي دفعوها؟ كل واحد بيقول لك دفع 20,000. طبعا انا رأيي ان الرقم ده هزيل مش حقيقي، يعني في 60 وفي 70 وفي 80، لكن جمع الفلوس دي منين؟ استلف؟ باع البهايم بتاعة بيتهم؟ طيب مسافر ومهاجر بره، اذا كان الشغل على توك توك هنا ممكن يجيب فلوس احسن من الهجرة وبلاويها واللي ممكن مستوى الخطورة الهائل اللي فيها، اللي فيها موت. طب كم واحد هاجر هجرة غير شرعية فشل، المركب غرق، زمايله واصحابه اللي طالع معاهم ماتوا وغرقوا، طلعوا جثث قدامه منفوخين متزرقين، حالتهم تصعب تألم اي انسان تحرك وجدانه، تشوف صدمة هائلة لما يشوف جثث اصحابه، مشهد الغرق والمية بتخش في الجوف والتشبث بالحياة وكل الازمات دي، ووش المنقذين وهم جايين فيشوفوا يحسوا انه ربنا بعت له انقاذ، وبعد كده يروح بيتهم وبعد 4-5 شهور يحاول تاني يهاجر. يبقى في حاجة قوية جدا بتدفع هؤلاء للهجرة، اما وعي محدود، اما احتياج مادي قوي كاسر للظهر ساحق للعظم، ما ادرس ده واشوف. طب ما يمكن انا كدولة تحترم نفسها وتبدأ تشوف الهجرة غير الشرعية بجد، الجانب الامني اللي فيها ان الذين يعملون المراكب دي اذا كان حبس 3 سنين هنخليها 7 سنين، يقول لك مجلس الوزراء عد قانون وبعته لمجلس الدولة، هتلاقي كله كده تغليظ عقوبات وخلاص. هم متصورين اي حاجة اسجن هغلظ العقوبة، ده علاج تافه وقاصر وعلاج موظفين ومحاولة لإبراء الذمة.
اعدوهم وبس خلص الموضوع. انما تدرس بشكل حقيقي المجتمعات اللي عايزة تخطط، المجتمعات اللي بتخطط غير كده خالص، غير الهقص اللي احنا شايفينه ده. يقولك في دورة ميونخ سنة 70 ألمانيا عارفة انها هتعمل الدورة الأولمبية، دورة ميونخ قبلها بست سنين، فقامت عاملة مدينة أولمبية، مدينة كاملة مساكن وشقق وفيلات وبيوت، علشان لما هيجي اللعيبة من كل أنحاء العالم هيسكنوا في المدينة الأولمبية. لكن هم ما همش فلوس، فخططوا ازاي؟ قالك المدينة الأولمبية دي لمدة شهر اللعيبة هيجوا ويمشوا، فاحنا هنعملها مدينة للألمان. ادي خططها هي كلها ومخططاتها، تعالى اتفضل احجز وادفع اقساط لمدة ست سنوات، تاني شهر الدورة الأولمبية بيخرجوا بيرجعوا اللاعبين من كل أنحاء العالم لبلادهم، تستلم شقتك اللي كان ساكن فيها مثلا فريق الهوكي بتاع كندا، مش عارف تستلم فيلتك اللي كان قاعد فيها الاتحاد الأولمبي مثلا ولا اللجنة الأولمبية بتاعت الهند. فإذا به هو مول المدينة الأولمبية الجبارة، وفي نفس الوقت وزعها على طالبي سكن حقيقي، واداها بقسط، فريح المواطنين اللي عايزين الشقق دي والبيوت دي والفيلات دي. الكلام ده يمكن موجود في مذكرات الأستاذ فهمي عمر الإعلامي العظيم، مذكراته الرائعة اللي أدعو كل إعلامي في مصر وكل صحفي في مصر خصوصا الصحافة الرياضية أنهم يقروها عشان يعرفوا تاريخهم وتاريخ الإعلام الرياضي عموما. يعني نفس الحكاية على فكرة في برشلونة، مدينة برشلونة فيها الجزء اللي على البحر ده كله كان ميناء عمالي عشوائي لغاية البطولة الدورة الأولمبية أظن سنة 2000 حتى. فالمناطق العشوائية كلها تحولت إلى المدينة الأولمبية، الشهرين الاستعداد ثم السكن ثم السفر، وبقت المدينة الأولمبية دي كلها أرقى منطقة سكنية في برشلونة، أو منطقة للإسكان يعني الطبقة المتوسطة في برشلونة. العمارات والبنايات الممتازة اللي حصلت دي اتسلمت لمواطنين وأهالي. إيه اللي ودى الهجرة الشرعية للكلام بتاع المدن الأولمبية؟ البرشلونة 92 مش 2000. خلينا بس نقول ليه الامثله اللي بتقال دي، علشان في ناس بتخطط. فانا لو انا بواجه الهجره غير الشرعيه لازم اواجهها بالتخطيط، بالتخطيط ان انا يبقى عندي صفر هجره غير شرعيه بعد 8 سنين. بس عشان يبقى عندي صفر ده لازم ادرس الهجره غير الشرعيه اللي بتحصل دلوقتي، لازم اعرف ايه اسبابها. شباب مصر مش رخيص لدرجة انه كل فترة كل شهر نروح نجيب جثث وقوم البحر. سمعة مصر كمان، رئيس الجمهورية بيخطب بيكلم في محفل دولي رفيع المستوى وفي جلسة رفيعة المستوى عن موضوع الهجرة غير الشرعية واللاجئين، واحنا بلدنا بتطلع هجرة غير شرعية، بينما الحمد لله لا عندنا حروب ولا محن ولا حروب أهلية زي ما بيحصل في الدول اللي بيخرج منها الآلاف ومئات الآلاف هربا من جحيم الحرب، ما عندناش وبيخرج من عندنا الآلاف. البعض يصل إلى أوروبا وأوروبا بتستقبل مهاجرين غير شرعيين مصريين، والبعض بيموت في سواحلنا ويموت في بحرنا. يبقى عندنا كمان السمعة فضلا على مسؤوليتنا على شبابنا وأهالينا، كمان سمعتنا الدولية وسمعتنا كبلد بيقول على نفسه مستقر. يبقى الموضوع خطر ويدرس. السؤال هو النهارده بس في حادثة رشيد دي، احكي لكم كل مرة بنقول ويعني ويبح صوت البعض بحثا عن حل. هل الدولة عملت، هل الدولة اشتغلت على القصة دي؟ ابدا اطلاق، انا بقول لك اطلاقا. هيقول لي ازاي ده قانون؟ قال لك ايوه ما انا فاهم الشويتين دول، المرور نعمل له قانون، المرور زي الزفت ما نعالجوش بقى
بطريقه الهندسيه وطريقه تخطيطيه، ونجيب خبرائنا وندرس الخبراء وبيقولوا ايه ونعمل ايه، ونحلها في الاتوبيسات النقل العام اللي تبقى في متناول الشخص الطبقه المتوسطه العليا عشان يستغنى عن عربيته ويركب الاتوبيس، ونعمل له خطوط ايه فين لا 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 ما نعملوش كده خالص. نعمل قانون يغلظ العقوبات على المرور، يعني خلاص وخلص، ويبقى يعني عملنا دورنا. وبعدين يحصل ايه؟ المرور زي ما انت شايف بالظبط كده، جحيم. الطريق الدائري في مصر جحيم. انا قاعد اسال اقول لك 4000 كيلو يا جماعه، قبل ما نعمل 4000 كيلو ما نشوف حياه الدائري ده اخباره ايه؟ يعني 4000 كيلو اللي بنعملهم دول خارج القاهره وبتاع، اه مشروعات ممتازه، طب داخل القاهره اخباره ايه؟ هيفضل الدائري ده هنفضل يعني، ولا المفروض عشان الطرق دي نطلع مثلا على اسكندريه عشان نعرف نرجع تاني على المنيب؟ يعني مش فاهم. اذا احنا بنتكلم على مشهد غياب في اوليات واولويات في التخطيط، ومنها بقول لك مشهد الهجره غير الشرعيه. هل احنا تتبعنا وسائل الهجره واسبابها؟ هل قمنا بمعالجه بقى في المحليات وفي القضايا الاجتماعية ان احنا اشتغلنا على ثقافة المهاجر غير الشرعي ده؟ يعني نزلنا القرى اللي فيها غير هجرة غير شرعية، لقينا اولا غيرة من اللي هاجروا فعرفوا يبنوا بيتهم ويعلوا او يعلوا البيت ويفتحوا دكان تحت البيت ويشتري مش عارف حتة ارض ومش عارف يزود البهايم في بيت ابوه، او انه يشتري مركب لو هو راجل ساحلي يعني، او يفتح ورشه، فبقينا نغير من اللي راح ونجح فعايزين نعمل زيه. فيبقى البيت الواحد بيبقى فيه 3 4 مسافرين ومهاجرين، ويبقى اشمعنى بيت فلان سافر منه وشفت لما سافر عملوا ايه وجوز اخواته ومش عارف وعلى البيت دورين ومش عارف فتح له دكان ايه والسوبر ماركت ايه وعمل صيدليه لاخوه. فتلاقي المجتمع كله بقى عينه على اللي سافر فعايز يقلد اللي سافر، فيروح 10 يقلدوا اللي سافر، منهم 8 يموتوا واثنين ينجحوا، فالاثنين اللي نجحوا يرجعوا يبنوا برضه يعلوا سقف يعلوا البيت ويشتروا برضه الدكان ويفتحوا مش عارف ايه في ايه، فيتحول دائره طول الوقت من النوع النظر الاحساس بانه عايز اعمل زي ما غيري عمل. وكتير كمان للاسف احنا شبابنا لما بيسافر بيقع في براثن عصابات دوليه وبيقع تحت الاتجار بالبشر يعني. هل احنا درسنا ده اجتماعيا؟ هل عرفنا الناس ليه الاب بيستلف ويدفع من قوته ويجوع بناته وعياله الصغيرين عشان خاطر يوفر ل 40 50 الف اللي هيديهم لبتوع المركب اللي هيسفروا ابنه، وهو عنده احتمال بنسبة 90% ان ابنه هيرجع له في نعش؟ هل بالتعالي المعتاد من الحكومة المصرية والمسؤولين؟ اصل ناس طماعين، سهلة الحكاية دي، سهلة مبتذلة لكن سهلة طبعا، الابتزال سهل اصلا، فنقوم نلقي اللوم على المواطن برضه. هو طبعا يلام ما في شك، لكن هو بيعمل ده بناء على ايه وليه؟ ما هو يبقى عنده في مشكله في اقتصاده، طب هنحلها ازاي؟ ندي بدائل ازاي؟ في مشكله في اكل عيشه يعني، نوفره له ازاي؟ نعمل له بدائل ازاي؟ عشان ما يرميش نفسه في التهلكه، في التهلكه، عشان ابنه ما يموتش، عشان مستقبل عيالنا، علشان طيب. لو هو بيعمل ده وبيرمي نفسه في التهلكه، قله وعي، مواعيه، فين وسائلي في توعيته؟ عملت ايه انا عشان اوعيه؟ عملت ايه؟ قول لي اي حاجه انا عملتها كبلد وكمجتمع عشان اوعيه، عشان انقذه من نفسه، عشان انقذ قرى من نعوش الموت العائده. فلما يحصل، لما نتقابل باذن الله، يعني الواحد ما يتمناش كده، بس هيحصل انه في برضه مركب هجره غير شرعي هيموت لنا 50 60 واحد تاني ومفيش حاجه، ولكن حاجه حصل. وتسال ده يقول لك احنا عملنا قانون، ونروح للعالم نقول له احنا لازم نعالج مشكله الهجره غير الشرعيه. طب انا على مستواي انا كمصر عالجتها ازاي؟ على اولاد انا، على ابنائي انا، على شعبي انا. انقل من ده بقى لعنوان اخر، وهو عنوان
قرار القمح بتاع النهاردة، اللي هو ايه؟ اللي هو مجلس الوزراء اجتمع النهاردة وطلع بيان على انه العودة مرة اخرى عن قرار السيد وزير الزراعة، وان احنا هنستورد القمح اللي فيه نسبة الارجوت 5% فطر الارجوت. دي قصة ايضا كاشفة للغاية عن العشوائية، الارتباك، غياب السياسة، غياب السياسات، التنازع بين الوزارات، هشاشة الحكومة المصرية، عدم إحساسها بالمخاطر، ارتباكها التام، فشلها في إدارة شؤون البلاد. 9 حاجات الحقيقة كاشفة جدا للقرار ده. إزاي القرار ده؟ إحنا بنستورد قمح 11 مليون طن سنوي، فالقمح ده بنستورده، منهم 4.5 مليون طن من الاتحاد السوفيتي او من روسيا. في معايير للقمح اللي بنستورده من سنة 2010 ونتيجة منظمة الصحة العالمية والاتفاقات والدراسات والمش عارف ايه، قالت انه مسموح بفطر اسمه فطر الارجوت، بيبقى موجود في القمح ويبقى في المستوى الطبيعي والعادي وما يضرش اي حد، ما يضرش الانسان طبعا وما يضرش المحاصيل، نسبته 5%، يبقى النسبة كده. كنا احنا بنقول لا في الزمان 0%، وبعدين من سنة 2010 بنقول 5%، وده نتيجة يعني دراسات الصحة العالمية ونتيجة القمح المتوفر في العالم. لغاية شهر يوليو اللي فات، شهر يوليو اللي فات أقر السيد وزير الزراعة استلام القمح اللي فطر الأرجوت 5%، وأقر ده في الشحنات اللي جاي. إذا ده في يوليو، يوم بعدها بثلاث أسابيع اهو بنلاقي الأسبوع اللي فات بنلاقي قرار من وزير الزراعة هو نفسه اللي قال في يوليو وماشي، جه في شهر سبتمبر وقال لك لا ممنوع، مش مسموح ب5% من فطر الأرجوت في القمح المستورد من الخارج، والنسبة المطلوبة هي 0%، وده معايير المصرية لاستلام القمح، واحنا ده عشان صحة المحاصيل، محصول القمح المصري، وانه ده وتقرير علمي محترم من أساتذة أفاضل محترمين في قسم أمراض القمح وما إلى ذلك. النهاردة 22 سبتمبر بعد قرابة الأسبوع أو أكتر، مجلس الوزراء بيلغي قرار وزير الزراعة اللي كان لغى قرار وهو شخصيا اللي قبل كده. فأنت قصاد مشهد هزلي عبثي. إزاي؟ خلينا نناقش الأول طريقة صناعة القرار، وبعدين نشوف بقى صحة القرار من عدم، ودي قصة تانية وممكن يختلف فيها العلماء برضه، هم أحرار. إنما طريقة صناعة القرار هزل. بلد كأن البلد ملهاش عقل. يعني إزاي وزير زراعة ينفرد بقرار استراتيجي هائل وسياسي اسمه القمح؟ إزاي يصدر قرار بدون ما يدرسه مع بقية الوزارات؟ يعني قمح وفطر أرجوت، يبقى ده مرتبط بإيه؟ ده مرتبط لما هيصدر القرار ده معناه إنه أنا بس بستورد بشكل رئيسي من روسيا. طب هيبقى رد فعل روسيا إيه؟ ده رقم واحد. أنا كنت موافق على الكلام ده في يوليو اللي فات،
فالناس مصر الحكومة المصرية مش القطاع الخاص استورد بناء وزارة التموين استوردت بناء على قرار وزير الزراعة بانه يستورد فطر ارجوت عادي، فبيستوردوا راحوا تعاقدوا دفعوا فلوس وجاي 500,000 طن قمح في المراكب. لا المراكب كده كويس جايين يعني ما بيوصلوش بعد بكرة بياخدوا وقت. تقوم انت مطلع قرار والمراكب جاية وانا متعاقد ودافع تقولي لا انا مش هستقبله مش هستلمه، لا ده هزار. طب ما تسأل وزارة التموين انا هطلع القرار ده هل احنا موقعين على صفقات جاية بقمح الارجوت، فيقول له ايوه، يقول له مثلا جاي لك كام حمولة فيقول له كذا وهيخلصوا يوم كذا وخلاص ما تمضيش بقى هننتظر القمح ده يجي نستلمه وتاني يوم هنطلع قرار ان احنا مش هنستلم ارجوت، فعشان ما نبوص عليك صفقتك واللي انت جبته واتفقت عليه، خصوصا ان انا كنت موافق كوزارة زراعة لكن من يوم ورايح احنا هنشتغل على القانون الجديد ده، فاعمل حسابك انك ما تمضيش خالص دلوقتي على قمح بملايين الملايين من الدولارات الا لما نتفق. ما حصلش كده طبعا. الحرب خدعة وزارة فوضى، الحكومة كلها فوضى، البلد كلها فوضى، فوضى تامة في صناعة القرار. كلام كله عشوائي ومرتجل، وتصحى الصبح تلاقي الامتحانات نص السنة اتلغت، بعد بكرة تلاقي رجعت، كله فوضى. وده على كل حاجة، واللي على نعرفه واللي ما نعرفوش بالمناسبة، بحسن تكونوا فاكرين ان ده بس هو اللي على السطح يعني. ثم بيطلع قرار من ده. ما درسوش ولا تداعياته مع حاجة كبيرة جدا اسمها روسيا. روسيا ده قرار اخبار المستورد او اخبار المورد الرئيسي ليك ده هتعمل معاه ايه؟ هل عنده القمح بالمواصفات اللي انت طالبها دي؟ ويفرض ما عندوش، ما نجيب من اي حد، حلو قوي. ده هيأثر على علاقتك بروسيا. ما يأثر. وانا ناخد ارجوت يعني لما من ما بيزعلوا مننا؟ بس هما بيزعلوا ليه بقى؟ لانه جنب الاربعة ونص مليون طن اللي انت بتجيبهم من روسيا في اربعة ونص مليون سايح بيقولك من روسيا انت هتموت عشان يرجعوا ويفتحوا لك مسار للعملة الصعبة ويفتحوا لك مسار لعودة السياحة والانقاذ سمعتك كدولة سياحية في الخارج. فخد بالك، وروسيا زينا لا دولة ديمقراطية ولا يحزنون، الرئيس يأمر كله ينفس، انتخابات برضو وبتاع ويلحق وحزب الرئيسي بتاع بوتين كسب وبتاع أوانطة كله زي هنا كده أوانطة كله يعني، هناك قرار رئاسي يعني انتهى وأول ما تضرب في دماغه بوتين خلص الموضوع. طب ندرس بقى الكلام ده، طب نميل كده ونشوف وزير الصناعة والتجارة، لأنه كمان احنا عندنا بنورد للاتحاد السوفيتي، بنصدر للاتحاد السوفيتي صادرات بنص مليار دولار أو أقل أو أكثر حاصلات، فلما أنا أقول له لا مش مدخلك القمح ممكن يقول لي لا مش مدخلك الفاكهة، قال لك بالمناسبة قال لك وقال لك مش واخد الفاكهة بتاع كلوها أنتوا بقى اعصروا الرمان. يعني بطلع قرار زي ده لا درسته مع وزير الصناعة والتجارة ولا أبلغت بيه وزير التموين ولا وزارة التموين ولا قعدت فيه مع مجلس الوزراء ولا قلت له أنت بنعمل إيه واللي بنسوي إيه ولا رفعت سماعة التليفون وعملت اجتماع بالتليفون بلاش نقابله بعض مع وزير السياحة ولا فكرت انك انت طبعا لا وزير سياسي ولا واحد فيهم من كل اللي قاعدين دول في السياسه حاجه، ما هو ده القرارات اللي بناخدها. دي القرارات اللي بناخدها ليه؟ لانهم مش سياسيين. دول موظفين اساس الجامعه جوهم اشتغلوا امتى السياسيين دول؟ يعرفوا السياسه امتى؟ يعرفوا يعني ايه قرار له تبعيات. يعرفوا ازاي يصدروا قرار بتمهيد. ازاي يعرفوا يصدروا قرار وهو مقلل الآثار الجانبية منه، إزاي يصدر قرار وهو مشارك الناس كلها في القرار قبل إصداره،
فما يصدمش الناس، بيصدمش الناس بيه، ازاي يطلع قرار وهو دارس كل جوانبه وتداعياته، ازاي يطلع قرار ويشوف تشابكاته مع الوزارات الاخرى او مع الدوائر الاخرى. مفيش طبعا من ده، بلاله، كلهم بلاله. ففجاه غرقت القصه، وزاره التموين قالت بوضوح، والنهارده وده وبالمناسبه ده هيستمر، هيحصل لها مشكله في مخزون القمح نتيجه القرار ده. وعندنا مشكلة ان احنا عملنا 3 مناقصات قمح للدولة، الحكومة مش القطاع الخاص المستغل المتوحش اللي حاجات اياها دي، لا ده الحكومة اللي بتعمل مناقصة. بتعمل مناقصة ان الموردين الدوليين يجوا على الشركات الدولية يجي تقول، محدش قال، محدش قدم. 3 مناقصات في مصريين هاكلوا عيش. فقال لك لا ممنوع الارجوت، فخلاص كده يبقى اللي هيجي يجي جايب 0 ارجوت. فمحدش جه ليه؟ قال لا، ما انت بتطلع قرار ان في ارجوت، وبقالنا 6 سنين نشتغل بالنسبه دي، ومنظمه الصحه العالميه قايله انها ما فيهوش مشكله، ومنظمه الغذاء العالمي بتقول انها مش مشكله، واحنا بقالنا 6 سنين بنديهولك وانت عمرك ما قلت لنا ان في مشكله. ويحصل ان الروس لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى ويمنع صادرات مصر، نفس الحكايه. وكمان بقى نقعد تعالى نتحايل في موضوع السياحه شويه تاني. وفوزاره الزراعه، فوزاره الصناعه تتجنن، ايه التجاره اللي عملتوه في الصادرات ده؟ ووزاره التموين تقول انتوا هتجوعوا لنا الناس. فقاموا عملوا مجلس وزراء النهارده، في اجتماع مجلس وزراء النهارده طلعوا قرارات انه يخش بالارجوت 5%. وصياغة القرار كله صياغة لف ودوران، لا بتقول صيغة اعتذار، ولا بتقول تراجع، ولا بتقول اللي احنا اللي عملناه ده فوضى، مفيش اي اعتراف باي خطأ. وقال يعني المعايير المصرية والحكومة تقر العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها منذ 2010 اللي هو غيرها من اسبوع، على الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام القمح المستورد طبقا للمواصفة المصرية المعتمدة والمطابقة للمواصفات العالمية المعمول بها في 187 دولة. كل ده عشان يلف ويدور ويرجع تاني يتراجع عن قرار السيد وزير الزراعة بعد كل التداعيات اللي حصلت دي. ايه رايكم في صناعه القرار في مصر واتخاذ القرار في مصر بهذا الشكل وبهذه الطريقه؟ شيء محزن، والحقيقه واقدر اقول كمان انه مغل وكاشف. وده من اول هنعمل الماتش في استاد ايه؟ في الاستاد ده ولا في الاستاد ده؟ لا هنلعب في الاستاد ده ولا الاستاد ده؟ فلوى يربي الكلام للوى تاني، فيربي الكلام للوى تاني، وخلاص كله عايز يخلص من المسؤوليه. فيقول لك الاتحاد الافريقي يهدد اذا ما حددتوش الاستاد ايه؟ ايه ده؟ ايه الارتباك دي؟ ايه الارتباك ده؟ ايه الدوله المذعوره الخايفه اللي مش عارفه تعمل قرارات دي؟ ثم بقى العنوان الثالث، عنوان هو الاخر عنوان صعب. ازاي عنوان صعب؟ في حاجه اسمها بدل العدوى للاطباء. بدل الاطباء طبعا في مصر بيتعرضوا الى اطباء وزاره الصحه ومستشفيات الحكوميه بكل المعاناه اللي بتحصل، واحنا عارفين حال المستشفيات في مصر يصعب على الكافر يعني. فبطبيعه الحال وبطبيعه المهنه في بدل عدوى، بدل عدوى ده 19 جنيه. حاجه يعني تغل من سنين. فالاطباء رفعوا دعوى قضائيه كسبوها في القضاء الاداري، وحكم لهم في 28 نوفمبر اللي فات بانه بدل العدوى يبقى 1000 جنيه. بدل العدوى يبقى 1000 جنيه. فالدوله الحكومه انزعجت من الحكم القضائي ورفضت تنفيذه وقررت تستشكل عليه.
طبعا انا اتحدى كابر عن كابر ان لو الحكم ده كان لصالح القضاء مثلا كانوا استشكلوا عليه. الحكومة كده بتكسر العدالة الاجتماعية بشكل. طب وليه الحكومة تعمل كده صحيح؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ سؤال بسيط والإجابة أبسط عند الحكومة. أجيب لكم منين؟ مفيش ميزانية. مفيش ميزانية. طب خليك فاكر حكاية مفيش ميزانية دي. نروح الحكم صدر في 28 نوفمبر وفي حادثة شهيرة لوفاة طبيبة رحمها الله، طبيبة شابة في إسماعيلية الله يرحمها داليا محرز، فجرت مرة أخرى فكرة يعني تراجع الدولة أو رفض الدولة لصرف بدل العدوى للأطباء. يبقى دولة بتتعامل مع عدوى الأطباء لأنه يعني ما يتعدوا ما يتبهدلوا، إيه يعني 1000 جنيه ولا 19 جنيه يعملوا إيه؟ ما ياخدوا بالهم. خد بالك أنا بكلم على دولة إنفاقها على الصحة واهتمامها بالمستشفيات العامة الحكومية والأميرية والجامعية في مصر يشهد له القاصي والداني أنه مهجل وبائس. والطبيب جزء أصيل من العملية الصحية في مصر. فالأطباء قالوا لهم يا جماعة بدل العدوى لضابط الشرطة، بدل العدوى لضابط الشرطة، هو مش في مستشفى بس، بدل العدوى لضابط الشرطة 1500 جنيه، وللقاضي انا معرفش هيتعدي من ايه القاضي 2500 جنيه، يمكن من جرب المساجين مثلا 2500 جنيه، وبدل العدوى للضابط 1500 جنيه، وللدكتور 19 جنيه. ده اساسا 1000 جنيه امر برضو يثير الاستغراب. هو الضابط العدوى انا يعني انا عايز كل المصريين ما عندهم بدل عدوى يعني، بس الضابط مصدر العدوى عنده ايه ال 1500 جنيه دول؟ يعني بيتعرض بيعمل عمليات بيخش، لكن في مخاطر ممكن يبقى بدل مخاطر 1500 جنيه والقاضي 2500 جنيه والطبيب اللي هو داخل خارج على عيان والمستشفى والمستوصف والعنايه المركزه ومعمل مش عارف التحاليل والدم وانقل الدم يا جدع وافتح الجرح وغايه الجرح 19 جنيه. حد فيكو عاقل يوافق على كده؟ في بني ادم طبيعي غير وزير الصحه يوافق على كده؟ لان وزير الصحه موافق على كده والدولة تستشكل. خد بالك بنظرية اجيب لكم منين. انا قلت يا جماعة واحنا عندنا كام طبيب في مصر؟ احنا عندنا 65,000 طبيب في مصر مسجلين في كشوف العاملين بوزارة الصحة، دول المعنيين بالموضوع. من 240,000 طبيب موجودين في نقابة الاطباء، لكن منهم 65,000 طبيب مسافرين. لكن ما ينفعش تدي بدل عدوى وترفع بدل العدوى عند الطبيب من غير ما ترفع بدل العدوى عند الممرضين. هيئة التمريض دي حاجة لا تقل أهمية عن الأطباء، وحاجة في العملية العلاجية والصحية شديدة الأهمية والخطورة. طب عندنا كام ممرض وممرضة في مصر؟ عندنا 180,000. طيب القطاع الخاص عنده 20,000. طب ده هيودينا الاخصائيين العلاج الطبيعي. قال لك عندنا 60,000 اخصائي علاج طبيعي، دكاتره علاج طبيعي، نصهم في القطاع الحكومي. طب ما ده هيودينا الاطباء الاسنان، عندنا 48,000 طبيب اسنان، ما فيش حصر يعني دقيق بعددهم في القطاع الحكومي، لكن احنا اساسا عندنا عجز 40,000 طبيب اسنان في مصر. كلهم على بعضهم العدد ده هم لايمين بصحة مصر دلوقتي، بصحة المصريين على الأقل في القطاع الحكومي والجامعي. دول اللي محتاجين 1000 جنيه بدل العدوى، دول اللي بياخدوا 19 جنيه. الدولة
الدولة علشان توفر لهم بدل عدوى المبلغ ده لهم كلهم سنويا محتاجة 1,300,000,000 جنيه. كتير؟ كتير بذمتكم كتير؟ طيب لو كتير تعالوا أسألكم طلعوا لي كشف بتكلفة الخمس سجون الجديدة اللي انتوا بنيتوها. طلعوا لي 1,300,000,000 جنيه دول من زيادة القيمة المضافة على السجاير. انت بتستخسر كحكم حكومة على كل هؤلاء الالاف من العاملين بالحقل الطبي في مصر انك تديهم بدل عدوى 1,300,000 في السنة. طب ما تقول لي انت بتدي للاطباء والضباط كام ومنين عشان دلوقتي تقول لي منين؟ اذا بي الحكومة استشكلت يونيو اللي فات حكم نهائي برفض استشكال الحكومة. يعني انت عندك حكم نهائي بات بانه من حق الاطباء 1,000 جنيه بدل عدوى. تعمل ايه الدولة؟ بتلف وتدور. وزير الصحة بدل ما يعني يحط عصايه في العجلة ويخبط على ترابيزة مجلس الوزراء ويقول لي وزير المالية لابد من توفير ده لأطباء مصر، بيقول هم ما يستاهلوش ولا هم ما يعرفوش ولا هم مش عارف ايه، بدل ما يبقى هو صوت الطبيب والعملية الطبية والصحية على مائدة مجلس الوزراء هو صوت الحكومة في العملية الطبية. المهم ان الاجهزة تكون راضية عنه مش الاطباء. هم الاطباء هيعينوه؟ هيقعدوه؟ هيوقفوه في طابور الشرف؟ هيصوروه صورة تذكارية مع رئيس الوزراء؟ لا، فيغوروا الاطباء ببدل العدوى بتاعته. بدل ما يقول له 1,300,000,000 دول شوفوا حجم الفساد المريع اللي في توريد القمح، يوفر مش بدل عدوى للاطباء، بدل عدوى لمصر كلها. انما نصرف على مشروعات مش عارفين هي ايه، وننفق على مباني وزارات وتجديد مكاتب الوزراء وكام عربيه عند اطقم الوزارات وديوان عام الوزاره نفسه. والنبي روح اسال لي كده في وزاره الصحه ديوان عام الوزاره ده بيقبض كام اصلا كل شهر، وكم مستشار، وبينفق كام او ينفق كام عليه. فالمحصله ان احنا ازاء تعامل الدوله في ملف اسمه بدل عدوى الاطباء. ويكلمكم بعد كده اي حد عن العداله الاجتماعيه. ايه العداله الاجتماعيه اللي هنا بتتدغدغ العداله الاجتماعيه؟ ده في تمييز طبقي مهني او طبقي بين المهن والوظائف في مصر، وفي ناس تاخد حقوق واضحة جدا بحكم القضاء ولا ينفذ ولا يطبق حكم القضاء، ويزعلوا من القضاء، القضاء بيتدخل في حاجات مش عارف ايه. ونيجي نتكلم عن موازنة الصحة والتعليم يقول لك لا الموازنة مش الدولة لا تسمح، ودستور ايه اللي عمل لنا ده وازاي وكتير قوي ومش عارف ايه. بينما شايفين مليارات راحت في حاجات احنا مش عارفينها ومش فاهمينها وملهاش عائد دلوقتي حالا على صحة المصريين ولا على تعليمهم. اذا الخلاصة ان احنا بنتكلم عن حكومة لا اتصور ولا اظن انها يمكن ان تكون مؤتمنة على ادارة بلد ووطن بحجم وعظمة مصر ومشاكل بلد زي مصر. تلاقي عندك وزير زي ما شفنا وزير الزراعة دي، عندك وزير الصحة ايش ازمات دواء لبن اطفال كلوكوز، لا 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 لا، هذا نتيجة الاختيار الخاطئ للمسؤولين والوزراء في مصر. كلما اختارت الدولة لها وزراء ومسؤولين ومحافظين من أهل الثقة، من المرضي عنهم في الأجهزة الأمنية،
من هؤلاء الذين يرفعون شعار السمع والطاعة، من هؤلاء الذين لا يبغون من وجودهم على مقاعدهم إلا إرضاء الرئيس ورئيس الوزراء والالتزام بالتعليمات الأمنية. كلما اخترنا من هذه النوعية كلما وقعنا أكثر في فخ الإهمال والفشل. هذا أيضا محصلة غياب الخيال في مصر، هؤلاء الذين يديرون وطنا بصندوق الخيال القديم، بما كان يدار به مصر وتحكم به مصر منذ 60 أو 64 عاما بنفس الطريقة وبنفس المنهج، لا شيء تغير. فزادت هموم مصر ومشاكل مصر ومتاعب المصريين، ولا تزال الحلول هي ذات الحلول القديمة البليدة التي لم تنتج شيئا للأمام ولم تجعل من حياة المصريين حياة هانئة، بل وأساسا حياة كريمة. نحن في حاجة إلى تغيير، تغيير حقيقي من أجل الاستمرار، تغيير من أجل الاستقرار. هذا هو حاجة مصر الحقيقية. نلتقي بعد الفاصل في مناظرة الأربعاء.